مات مقابله صعيبه بزاف سيرتو كان شويه لي بليسي بزاف وديفيكولتي لي جوار ما كانش بزاف بارابور ديال 13 جوار بطل الحمد لله كانوا لي جوار ما تلقوش ماكري اون كيسينا بيت مي الحمد لله عاودنا رومونتينا سكور والحمد لله كما يقولوا مازال الخدمه قدامنا كلمه لانسان شيبو نعطيهم الصحه كما يقول ساندونا حتى الدقيقه الاخرى ونهدي لهم الفوز ديالهم ان شاء الله الحمد لله يا ربي الحمد لله خويا كلمه لانسان شو اخويا شنقول لك الحمد لله يا ربي راك تشوف كاع حد لي بروبليم وكاع راك تشوف جينا عند ايكيب تعرف تلعب بوله وكاع جي اس كا معروفه من بكري وجبنا ريزيتا شابه الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم كما يقولوا بلي هذا الفوز كان ما جاش بالساهل باسكو كنا لعبنا مع ايكيب شال لايبر كيما جي اس كا الحمد لله وين ربي وفقنا وكنا ان جروب مالغري لي ديفيكولتي كان اللي عندنا بصح الحمد لله وين خطخنا هذه لا فيكتوار بلا ما ننسى برك هذه لا فيكتوار نهديها ليما اللي راهي مريضه راهي سبيطاليزي في السبيطار ونشكر كاع هذوك الطبه اللي قايمين عليها وهذاك العمال كاع تاع لوبيطال تاع مشد الله نقول لهم يعطيهم الصحه وبارك الله فيكم وبون اني كلمه للانصار بون وما نساوش نشكر هذ الانصار اللي هم جاو لهنايا واللي هم تفرجونا على التلفزيون نقول لهم يعطيكم الصحه وهذه لا فيكتوار ليكم ان شاء الله مقابله صعيبه ضد فريق اللي يعرف يلعب كره قدم الحمد لله احنا دخلنا بعقليه كما يقول لك ريحهم بيان اورغانيزي اون بلوك عرفنا باش كي نلعبوا كيما يقول لك بلي كونتر الحمد لله لي كونتر تاعنا جابت الثمار ها 3 بوان كلمه لانسان شباب بيان سور كيما يقول لك خيبناه مع مولوديه كيما يقول لك اليوم نهدي ولا الفوز تاع جي اس كا نقول لهم يعطيهم الصحه عطينا قلت تاع الثمار كلمه ما سلوش الفوز هذا راجع للمقابله تاع الكاس وقعدنا احنا فرحانين مع التاهل ان شاء الله دوكا عندنا مقابله مع العلم حضروا كما ينبغي وفي اخر ان شاء الله ان المباراه كما شفتوا كانت متوصله كنا نبحثوا على ريتم في بدايه المباراه جاتنا فرص ضيعناها جاتنا ضربه جزاء وين كنا قادرين نغيروا بها مجرى المباراه ما سجلناهاش دخلنا نوعا ما حدود الشك يعني في الشوط الاول حاولنا الشوط الثاني بدخول مساعدية إثارة بعض الشيء في الهجوم كانت لينا فرص ولكن عشوائية اليوم نقدر نقول قلتها لكم منذ البداية أن فريق مجموعة متوسطة زد على ذلك 4 غيابات 4 جوار أبسون يعني تأثر بكثير زيد غلطات يعني فريق انزونيواليزير كما نقولوا حنا كانوا يلعبوا المرتدات كانوا يلعبوا غالقين اللعب غالقين الاطراف يا حنا دخلنا في بعض اللعب العشوائي ورغم ذلك عدنا في المباراه ولكن ما عرفناش كيف يعني نسيروا الامور لان بتسجيلنا الهدف في وقت حساس كنا قادرين يعني نتحكموا اكثر خذتنا بعض الفرحه هذه خذتنا يا ولكن يعني تقييم كلي يا فريق شاب فريق متوسط لاعبين يعني احنا قلنا دائما ان فيه مجموعه هي اللي تدي كامل اللاعبين يعني اللي هي اللي تحرك اللاعبين اليوم وصل كما يقول لك الحد احنا باش نقولوا ان الفريق تاعنا لابد من يعني ان شاء الله اون فايسي يعني اون بليس دو زعبيه يكون ان اوتر جوار باش يمد الاضافه لان صراحه شغل في ليكيب ولا ان بلوكاج يعني ولينا دخلنا الشك انه هجوميا ما تحركوش كثير ها اذا ما تحركش ايبوسي ما تحركش الهجوم ايبوسي بعد تضيعوا لضرب الجزاء خرج نوعا ما من المباراه استعاد الانفاس ولكن عموما نقول ان فريق السياسي لعب بالمرتدات ولعب مرتاح يعني اليوم كان شغل كومسي الى في توتا غاني يعني ما معدى بالخساره معليش يعني السياسي كي شفناه كيف يلعب الى بروفيتي بدوز اتاك يعني جاب ان كوفران بلوس لو بينالتي جو بونس سور دو بالاريتي صراحه انا اليوم كما كنت نفرح في الاول ونشجع ونقول ان يعني الجماهير تاعنا اللي جات
اليوم نطلب منهم السماح، لان يعني صراحه الظرف هذا بلك الاسبوع هذا عشناه شويه حساس، عشناه شويه يعني بظروف خاصه، ولكن ما نفقدوش الامل، لان فيه اذا كان ان شاء الله كما قلنا لاعبين وزيد الاربعه اللي ما كانوش معنا اليوم، الفريق يكون عنده وجه اخر في الـ في الـ الاخر في الفصل التور. ولكن مهما يكون خساره صراحه قاسيه، يعني سرقت منا. اذا كان بالك اليوم والله يعني صراحه 15 جوله قلنا ان فريقنا متواضع، ولكن كانت عنده القوة والإرادة وعودة الجمهور اللي عاد إلى المدرجات، تشجعنا وبدينا بداية قوية. ولكن أظن احنا قلناها أن تخوفاتنا تخوفات يعني من مستوى بعض اللاعبين، الأمر اللي خلانا يعني نفكروا أكثر في الانتدابات. ورغم ذلك نشوف في آخر جولة يكون لك أربع لاعبين ثلاثة معاقبين وواحد مصاب، نوعا ما اثرت علينا. احنا تمنينا اليوم نكملوا الجوله 15 بفوز حتى نبقاو مع فرق الصداره، ولكن هذا هذه الخساره او بين قوسين يعني مسروقه كما نقولوا، يعتذر لاخواننا الجماهير السياسيه، ولكن التجربه يعني صنعت الفارق في اللحظه الاخيره. المهم هو اليوم كيف نفكروا في المستقبل الفريق، كيف يعني نستعيد باش يتبنى هذا الفريق هذا.